سعيد صالح قدوه سيئه للممثل. سعيد صالح دخل السجن، السجن ده اللي انا بقول لك سجله عشان يتحسب عليا. حاضر هسجله حالا. اذا بدات الحرب ما بين الفنانين وبعضهم. الفنان فكري صادق اثار جدل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تسريب خطير جدا مع صحفي مهم قدر يطلع منه كلام خطير جدا. سعيد صالح لا يملك من الذكاء اي قدر ضيق. سعيد صالح مرمط الفن، اي حد كان يدي سعيد صالح 2000 جنيه الصبح وبيصور. هنفهم تفاصيل مهمه جدا في حلقه النهارده، هي ايه الحكايه مع هاني السوالبي. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم باحلى متابعين لقناتي ياسمنت اليوتيوب واخبار النجوم. زي ما سمعنا وشفنا الجزء الاول المقدمة من فيديو النهارده، الجزء الاول اللي كان بيتكلم عن مشكله فكري صادق. فكري صادق والفنان سعيد صالح بعد 35 سنة من عرض فيلم سلام يا صاحبي، مشكلة وتجددت، فتح النار مرة تانية. مرة تانية اتفتحت النار على الفنان سعيد صالح بعد وفاته، وده من خلال الفنان فكري صادق. ولكن هنشوف طبعا المشكلة مع بعض من أولها كانت إيه، ولكن فيديو النهاردة مخصوص علشان نشوف تطورات المشكلة دي وصلت لإيه. طبعا كلنا من خلال فيديو امبارح عرفنا ان الموضوع وصل للدكتور اشرف زكي، والموضوع كله اتحول للتحقيق، وده بعد التصريحات الصادمه لفكري صادق. والحقيقه مراد فكري صادق قدم اعتذار عن تصريحات والده، وصف حاله والده ان هو مريض وبيتكلم بشكل عفوي جدا وما كانش يقصد الاهانه. وكمان الفنان فكري صادق قدم الاعتذار ايضا. بس هل يا ترى كل اللي من طرف الفنان سعيد صالح الفنان القدير زي هند بنته وزوجته قبلوا الاعتذار ولا لا؟ ده بقى هو اللي هيكون موضوع حلقتنا النهارده علشان نشوف تطورات الازمه. تعالوا مع بعض كده نشوف ايه اللي حصل. اكدت ارمله الفنان سعيد صالح شيماء فرغلي، اكدت ان هي لن تترك حق صالح وهتتقدم ببلاغ للنائب العام ضد فكري صادق. والكلام ده زي ما بيقولوا طازة لسه حالا النهاردة الخميس. وأشارت إلى أن الفنان فكري صادق لم يكن يجرؤ على الإدلاء بتلك التصريحات لو كان الفنان سعيد صالح ما زال حيا، وشددت على أن جميع زملائه الفنانين عارفين أخلاقه كويس. أخلاق الفنان سعيد صالح مش محتاجة أن حد يتكلم عنها، معروف كمان حب لأسرته والبنته. وأكدت جدا على أن الفنان سعيد صالح كان بيتمتع بحب الجميع، لم يكن يتدخل إلا لمصلحة زملائه، وما فيش أي يوم من الأيام زبطوه متلبس بالإساءة لأي زميل. ووضحت وقالت إن فكري صادق فقد الأضواء والشهرة علشان كده حاول يستغل التصريحات المسيئة دي علشان يرجع من جديد. وده الكلام اللي أنا توقعته وقلته لكم من امبارح، موضوع الترند اللي كلنا عارفينه. كملت كلامها بقى وقالت إن الفنان فكري صادق أساء لهند، وادعى كمان إن زوجة الفنان سعيد صالح ضاقت المر معاه، قالت إن الأمر ده غير صحيح بالمرة. كان لازم بقى يكون فيه رد فعل منها ورد فعل ناري جدا. اتصلت بالمحامي، المحامي الخاص بيها، وقررت ان هي تقدم بلاغ ضد فكري صادق. البلاغ هيكون بتهمة الإساءة لسمعة زوجها وسمعتها، نافية تعرضها لأي إساءة أو أي إهانة من الراحل، من الفنان القدير سعيد صالح طيلة حياتها معاه. وأكدت كمان إن الزمن لو رجع بيها مرة تانية لورا كانت هتتجوز الفنان سعيد صالح للمرة التانية، وده إن دل هيدل على حبها ليه وعلى حسن معاملته ليها. وإليكم بقى أن تتخيلوا مدى الصدمة والانهيار. حصل لها انهيار، شيماء فور سماعها التصريحات دي أصيبت بصدمة شديدة جدا وانهارت. ووضحت كمان دلوقتي لما فات من الصدمة وقالت تعليقات الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي بتعبر عن حبهم لسعيد صالح، ونددت كمان بسلوك زميله المسيء، طبعا هنا تقصد فكري صادق، وده الشيء اللي خفف عنها شوية. مش بس كده، دي كمان شكرت الفنان والنقيب أشرف زكي لحسن تصرفه والتحويل الموضوع كله بشكل عاجل للتحقيق. وسأل السؤال مهم جدا وقالت إن الواقعة دي مر عليها 35 سنة بعد مشاركتهم مع بعض فيلم سلام يا صاحبي، إيه سبب إعلانه بقى عن تلك الواقعة بعد مرور تلك السنوات؟ وده السؤال اللي أنا كمان بسأله ومستنية إن أنتوا تجاوبوني عليه في التعليقات، ولو إني عارفة الإجابة مقدما. أما بقى بعد اعتذار مراد فكري صادق لبنت الفنان سعيد صالح هند، الحقيقة قال إن والده مريض وإنه بيمر بظروف صعبة ومحدش عارف ظروف حد إيه، لكن الحقيقة من خلال التصريحات اللي شفناها كان بيتكلم باتزان شديد جدا وما كانش باين عليه المرض خالص. فمن باب أولى طبعا إن مراد يوضح لنا الصورة كاملة، وده علشان التصريحات دي ما تتاخدش عليه، ولأنه بالفعل لا يكفي الاعتذار فقط بدون التوضيح، والتوضيح بشكل كامل.
اما بقى بالنسبه للناس اللي ما تعرفش موضوع الفيديو، احنا النهارده في بدايه الفيديو زي ما انتم سمعتوا معايا عرضنا تطورات الموقف. تعالوا مع بعض بقى نرجع لفيديو امبارح ونشوف الموضوع تم من بدايته ازاي. مين مننا يقدر ينسى فيلم سلام يا صاحبي؟ الفيلم ده كان فيلم ناجح جدا وما زال الى الان كل ما بنتفرج عليه الحقيقه فيلم قوي جدا. ضم نخبة من نجوم الفن، كان على رأسهم الفنان عادل إمام والفنان سعيد صالح والفنانة سوسن بدر، وده خلال الساعات القليلة الماضية بسبب تصريحات الفنان فكري أباظة عن الفنان سعيد صالح، واللي كانت بمثابة صدمة للجمهور بجد. وزي ما سمعنا وشفنا جزء من قناة إيه الحكاية مع هاني السولمي بيتكلم عن المشكلة دي الراجل ده بيتهمكم انكم خدتوا منه 10,000 جنيه وبعتوا له عربيه ملهاش دوسيه. حصل الكلام ده ولا لا؟ روح اعمل لي حاجه اشرب شاي، حاجه ساقعه يا سمو. حاجه حصل صراحه بقى، مفيش غير بن. خلاص اعمل لي يا وحيد. اللي كرمه الايام الماضيه تم تكريم الفنان فكري صادق من مهرجان الدراما. وتم استضافه فكري صادق في بعض البرامج عن الفنان سعيد صالح. وهنا بقى كانت الصدمه الكبيره، التصريحات دي كانت تصريحات مهينه جدا. سمعنا بعضها في بدايه الفيديو، هنسمعها مره تانية وهنكملها للاخر وهنشوف قال ايه. لكن الغريبه هنا ان التصريحات دي اتقالت بعد سنين طويله وبعد وفاه الفنان سعيد صالح. والحقيقه عايز اقول له ان مهما كان ما بينكم، المفروض مش بعد الزمن ده كله تتكلم على صديق ليك او زميل في العمل بالشكل ده، هو خصوصا ان هو بين ايدين ربنا، يعني في دار الحق واحنا في دار الباطل. وصرح وقال إن كانت في مشاكل كبيرة جدا ما بينه وما بين الفنان سعيد صالح، والمشكلة الأخيرة دي كانت من خلال فيلم سلام يا صاحبي. لكن الحقيقة هو من خلال تصريحاته في البرنامج قال جزء من المشكلة، قال المشكلة الأخيرة اللي كانت ما بينه وما بين الفنان سعيد صالح على الفيلم. تعالوا نسمع ونشوف تصريحاته اللي كانت خطيرة جدا وصادمة للجمهور. أنا أقول لك حاجة أول مرة أقولها، أنا جالي السكريبت السيناريو بتاع سلام يا صاحبي، بعمل خوليو اللي بعتوا لي نادر جلال، حبيبي نادر جلال، هو في دار الحق. كنت عملت معاه جبروت امرأة، خدت الدور، خدت السيناريو، واتأجل التصوير شوية. فجأة قابلت نادر جلال صدفة في ميدان رقصي، احنا جيران، فقال لي فكرة الحمد لله على السلامة. قلت له الحمد لله على السلامة ايه؟ انا موجود، انا موجود في مصر بقالي شهر ونص، كنت في لبنان وجيت. قال لي لا، ده قالوا لي انك انت اشتغلت مدير استوديو في عمان في الاردن. قلت انا اشتغل مدير استوديو ليه؟ مش شغلتي. قال لي انا، قال لي كده، وتعالى لي بكره استوديو مصر. فروحت استوديو مصر، فجاب نادر جلال مدير الانتاج مسح بكرامته الارض. هو كان هو اللي قال كده؟ هو قال لي انا اتصلت ببيت الاستاذ فكري ومراته قالت ده معناها ان في مخه حد تاني. انا ما كانش عندي تليفون في البيت. فعرفت ان بسبب سعيد صالح الله يرحمه هو اللي قال لهم مشوا فكري وهاتوا محمد متولي. دي انا اول مره اقول الحكايه دي بقى. يمكن عشان بقى يعني بيحصل، يمكن علشان كده انت حاسس بحاجه جواك يعني من شرخ الوقت ده. شرخ. بس اقول لك على حاجه. لما جه الاستاذ نادي جلال الله يرحمه قال لي في دور ظابط مباحث ثلاث مشاهد، اطلب اللي انت عايزه. قلت له مش مساله فلوس. وخصوصا انه قال لك دور خوليو في سلام يا صاحبي من اول. لا انا معايا السيناريو يا استاذ ايات لغايه النهارده. معايا السيناريو لغايه النهارده. الموضوع اثر فيك جامد. جت يعني وذاكرته عملت له. طب معلش انا عايز اسال سؤال صريح. وحضرت هدومه وراجل متسلسل. عايز اسال سؤال صريح، هل كان في بينك وبين الفنان سعيد صالح مشكله قبل كده علشان كده هو مشكله كبيره. مش عايز تتكلم فيها؟ لا 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 خلاص. الله يرحمه، الله يرحمه ويسامحه. انا مسامحه، الله يرحمه ويسامحه، وانا هخلص ده مع النقابه بتاعتي. النقابه بتاعتنا وعاء جميل لحل المشاكل، انا هنحل مشاكلنا جوه. صالح مش قدوه، سعيد صالح كان فوق. اسمعني من فضلك، اسمعني. انت عايز تساله، عايز تفهم، اسمعني. الراجل عشرت ده وعشرت ده، عشرنا بعض واحنا مش لاقيين ناكل من سنه 64. حضرتك قلت ده في البرنامج. اسمعني بس من فضلك، اسمعني. ايوه، ما انا يعني انت حضرتك بتشتغل ايه اساسا؟ انا بشتغل كاتب يا فندم.
طيب اسمع 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 مني وانا في الاخر هستفيد منك. اتفضل. سعيد صالح قدوه سيئه للممثل. سعيد صالح دخل السجن. سجل ده اللي انا بقول لك ده. سجله عشان يتحسب عليه. حاضر هسجله حالا. انا احب المخدرات اكتر ما بحب بنته. وده اتقال من اعظم ممثلين مصري اللي عاشوا سعيد صالح. سعيد صالح لا يملك من الانسانيه اي قدر ضئيل. سعيد صالح لا يملك من الذكاء اي قدر ضئيل. سعيد صالح مرمط الفن بعمله كأعمال سيئة اللي هو أفلام المقاولات. أي حد كان يدي سعيد صالح 2000 جنيه صفر وبيصور إنه 2000 جنيه كان بيشتري بيهم كوكايين. زي ما سمعتوا التصريحات دي بيتكلم عن الفيلم كأنه لسه منتج مثلا السنة اللي فاتت. الفنان سعيد صالح خلاص في دار الحق وإحنا في دار الباطل. مشكلة إيه اللي هيحلها دلوقتي مع النقابة؟ ده أولا. ثانيا حضرتك بتقول إن كان في مشاكل كبيرة جدا ما بينك وما بين الفنان سعيد صالح وكان نهايتها المشكلة اللي حصلت بسبب الفيلم وده لما استبعدك من الدور دور خوليو واللي قام بيه طبعا محمد متولي زي ما كلنا شفنا. وتسبب سعيد صالح زي ما قلت إن أنت تاخد دور هامشي. الشيء الغريب هنا إن المذيعة لما سألتك كان في مشاكل ما بينكم قبل الفيلم ده قلت لها أيوة لكن ما رضيتش إن أنت تذكر إيه هي المشاكل دي. إشمعنى ذكرت المشكلة الأخيرة بس مشكلة الفيلم وما اتكلمتش البداية كانت إيه؟ أظهرت الفنان سعيد صالح هو زميل ليك بشكل سيء ومهين وبعد سنين طويلة كمان من وفاته. المفروض طبعا لما تعرض مشكلة على الجمهور تعرضها من الأول وتقول اللي حصل بالظبط من الأول إيه. مش جايز رد فعل سعيد صالح معاك من خلال الفيلم ده لما استبعدك بسبب مشكلة أكبر أنت كنت عاملها معاه أو إهانة أكبر أنت كنت مسببها له. لازم نعرف أساس المشكلة وأصلها وليه سعيد صالح يعمل معاك شيء زي دوة. وبعدين حضرتك برضو قمت بدور من خلال الفيلم وياما أدوار كتير بتتعرض على ناس كتير وفنانين وبيقوموا أدوار بسيطة جدا بيقدوا مشهد أو اتنين لكن من خلال المشهد أو الاتنين ده بيقدروا إن هم يثبتوا نجاحهم ويثبتوا موهبتهم. ممكن الدور يبقى كام مشهد لكن الفنان من خلال الكام مشهد دولة بيأثر في الجمهور. وطبعا بعد الفيلم دوت كان مفروض طبعا نشوف لك أعمال تانية تعلم في الجمهور وده لأن ببساطة جديدة جدا الفنان مش فيلم وخلاص أو مش دور وخلاص ضاع منه دور بيجيله بداله 10 وبالتأكيد بيكون في منافسات كبيرة جدا ما بين الفنانين وفي كواليس خلفية احنا طبعا الجمهور ما نعرفهاش لكن ما ينفعش ان احنا نعلق عدم نجوميتنا او الوصول لأدوار كبيرة جدا ان هي تعلم في الجمهور او ترضي طموحاتنا الفنية على تصرف واحد فقط. واللي عايز اقوله في نهاية تحليلي ان كل فنان اللي بيتكلم عنه أدواره الفنان سعيد صالح او الفنان الزعيم عادل امام والفنانه سوسن بدر والفنان محمد متولي كل المجموعه دي اللي قامت ببطوله الفيلم بعد كده قدموا لنا ادوار هايله جدا. الفنان سعيد صالح توفى ولو كان مازال الى الان كان هيقدم لنا ادوار هايله جدا بالفعل لان هو عنده الموهبه. لكن الرساله اللي عايزه اقولها للفنان فكري اباظه يا ريت يشتغل على نفسه اكتر من كده علشان يقدر يترك في الفتره اللي جايه ادوار مهمه ادوار تعلم في الناس بدل ما يطلع ويقول كلام زي ده علشان يبقى ترند. وأكيد في ناس كتير متفقة معايا في الرأي ده كل واحد دلوقتي بيطلع بتصريحات أو يلبس لبس غريب أو يعمل أي شيء يكون غريب عن الواقع عن الحاجات المنطقية اللي متعودين عليها وتاني يوم على طول نلاقي ترند. الموضوع ده ما مرش علينا طبعا مرور الكرام وكان لازم الدكتور أشرف زكي يكون له رد فعل. تم تحويل الفنان فكري صادق للتحقيق تحقيق عاجل جدا من الفنان أشرف زكي والحقيقة بحييه على موقفه دوا وهننتظر بعد كده نتيجة التحقيقات. وفي النهاية عايز أقول لكم إن إحنا دايماً بنقول إن السوشيال ميديا ورواد مواقع السوشيال ميديا واليوتيوبرز هما اللي بيغلطوا في حق الفنانين لكن ده مش صحيح وزي ما شفنا مع بعض أحياناً كتير الفنانين زي ما أنتوا شايفين بيغلطوا في حق بعض ولما إحنا نتكلم بنكون إحنا الغلطانين في النهاية. قبل ما انهي حلقتنا مباشرة جالي خبر دلوقتي باعتذار ابن الفنان فكري أباظة مراد فكري أباظة كان في موقف محرج جداً واعترف بخطأ والده وقال إن والده غلط واتكلم بطريقة عفوية جدا ومحدش يعرف ظروف مرضه إيه محدش يعرف حال حد وأعلن قبوله قرار النقابة وقدم الاعتذار لهند سعيد صالح. في النهاية بقى ونهاية حلقتنا النهاردة بقول لكم وجهوا كلمة للفنان فكري أباظة وادعوا بالرحمة للفنان سعيد صالح. بشكركم جدا جدا لحسن الاستماع للحلقة ومن خلال قناة إيه الحكاية مع هاني السوالمي هيشرح لنا كمان بشكل فيه استفادة أكبر عن المشكلة دي فضلا وليس امرا اللايك للفيديو علشان باللايك دوا يقدر الفيديو دوا يوصل لاكبر عدد من الجمهور والاكبر عدد من متابعيني. بشكركم للمره الثانيه انتظروني في حلقه ثانيه من قناتي ياسمينتي اليوتيوب واخبار النجوم.